أنا كنت أحكي معاك صباح الخير يا جماعة. صباح الخير للجميع. اوكي، اول ما دخلت كان النت ضعيف، بس هلا عملت انا ريستارت، يبدو ان الامور زبطت. فهلا خلينا نبدا في المحاضرة. في عندي انا ملاحظتين بدي احكي فيهم، وبعدين بندخل في تكملة العلم اللي احنا فيه. اوكي، بتمنى يكون الجميع سامعني. هي الحضور ممتاز لحد الآن. بتمنى يكون الجميع سامعني. اوكي، تمام، الكل سامع، الكل بجاوب، الكل موجود، الكل نشيط، الكل جاي على باله يحضر. ان شاء الله تمشي الامور تمام. لا، النت منيح هلا عندي، يعني الخدمه واضح انها فل يعني تمام. اوكي، اول ملاحظه بدي احكي فيها بالنسبه للحضور والغياب. اول شيء طبعا هم الملاحظتين مرتبطات في بعض، اللي هي موضوع الحضور والغياب وموضوع الايفالويشن. الملاحظتين مرتبطين في بعض، ولكن بدي ابدا انا في نقطه الحضور والغياب. لابد من الحضور الكامل للطلاب، لابد من حضور المحاضره في وقتها. يعني امبارح كان في نقاش واضح بيني وبين الدكتوره افنان بخصوص قوانين العماده وقوانين الجامعه في هالامر. الحضور لابد منه، خلص الامر خرج عن يعني ايدينا احنا. انا في بدايه الفصل ايش حكيت لكم؟ انه انا رايي انه ما يكونش في علامات على الحضور، لانه هذا يمكن امر ما يكونش كثير بالاخر له يعني بوزيتيف اوتكم. ليش مش راح يكون له بوزيتيف اوتكم؟ لانه بالاخر الطالب اللي بده يحضر بيحضر، واللي ما بده يحضر ما بيحضر في جميع الحالات، والفائده تعود على الطالب اللي بده يحضر، والانتر اكشن وقوه المحاضره ونجاح المحاضره هي الاساس في الموضوع. وحكينا في هالموضوع منيح،
لكن بالآخر قلت لكم بأنه قانون الجامعة أو قانون العمادة أو الجامعة إيش بترتقي في النهاية، إحنا بنمشي مع الجامعة. فضروري جدا ابتداء من اليوم راح أحاسب على الحضور والغياب، والجامعة بتحط بعشرين علامة على هذا الأمر. أوكي، ألزمونا إلزام بعشرين علامة على جست يعني حضورك. ماشي يا جماعة؟ فضروري الحضور يكون 100%، لازم الحضور يكون 100%. هلا بالنسبة للإيفاليويشن، أول إشي حتى لسه يعني في ناحية الحضور والغياب، اللي بغيب لسبب أو في عنده عذر أو في عنده مشكلة في النت أو كذا، يعني ما يتواصل معي، يعني مستحيل أنا أسيطر على مئات الطلبة، كل واحد في عنده عذر خاص بسبب إنه هو غاب، وبالتالي بده يتواصل معي يعطيني إشارة. ما يتواصل معي أي حدا غاب لعذر واضح، شو بعمل؟ بعطي ملاحظته لممثل الدفعة. هلا ممثل الدفعة بكون في عنده قائمة، حلو، بكون في قائمة واضحة. شكله قطع، بس المفروض هلأ رجع منيح. ممثل الدفعة بكون في عنده قائمة بسلمني إياها ولو كل أسبوعين مرة، إنه مثلا فلان غاب عن المحاضرة بتاريخ كذا وكان في عنده كذا، فلان كان في عنده مشكلة في النت، فلان كان في عنده كذا. أوكي، أنا إذا بدي أتواصل بتواصل مع فلان بعدها، بس صعب جدا إنه أنا أرد على كل مسج بتيجيني أو كل عذر بسيط سطحي، يعني أتفاعل معه وأعرف كيف إني يعني أسيطر على الأمر. خلي الانتر اكشن بيني وبينكم عن طريق ممثل الدفعة أفضل. أوكي، خلي الانتر اكشن عن طريق ممثل الدفعة بخصوص موضوع الحضور والغياب. أي حدا بغيب لسبب لعذر عنده يعطيني العذر عن طريق ممثل الدفعة. ممثل الدفعة بعطيني هاي الأخبار بملخص كل أسبوعين مرة بكفي، يعني في الشهر مرتين ممثل الدفعة بعطيني، اللي هو شيماء أتوقع، مش شيماء اللي معانا موجودة، شيماء شيماء يا شيماء موجودة، تمام. فأنت أوكي، فأنت سامع اللي بيحكي فيه طبعا. فكل أسبوعين، كل أسبوعين مرة واحدة بتعطيني قائمة بمثلا 4-5 أسامي 10 أسامي، إن هدول في عندهم الأعذار الفلانية. إذا أنا اقتنعت، هين اقتنعت، ما اقتنعت أنا بتواصل مع الطالب بفهم منه. أوكي، يعني نفرض كان حدا مريض أو كان حدا في المستشفى لا سمح الله، بتحكي لي أنت إنه فلان في المستشفى. أوكي، فأنا بتواصل معه، يعني بقول له جيب عذر طبي أعطيني كذا، على أساس إنه أعرف أدخل علامات بالآخر، لأنه هذا أمر إحنا ملزمين فيه، يعني الأمر خرج عن إيدينا إحنا، هذا الأمر إحنا ملزمين فيه تماما، اللي هي الرقابة التامة على حضور الطلاب في المحاضرات بوقتها. شو أعمل يا رنين؟ إيش أعمل؟ طيب ها، أنا مضطر أحكي، يعني شو بدي أعمل؟ اثنين اللي هو الأمر الثاني، أنا عندي النت يعني المفروض فل، يعني إذا كان بقطع بجوز من جهتك أنت. طيب الأمر الثاني موضوع الإيفاليويشن. الإيفاليويشن كمان صار في وضوح تام لكيفية الإيفاليويشن في هذا الفصل في المساق اللي إلكم. طلعوا كيف؟ أول شيء في عنا 20 علامة حضور، وبالتالي عدد غياباتك راح تخصم من هاي 20 علامة. نعمل نسبة وتناسب ونشوف كم غياب، وبالتالي بتم حذف علامات بناء على الغياب اللي بيحصل من الطالب. حلو. هلا حضور الطالب اتفقنا إذن 20 علامة من 100، الفاينل 40 هي صاروا 60، بضل في عنا 40 علامة. الميد تيرم راح يكون وجاهي، بعرفش حددوا لكم امتحانات ولا لسه، في اخبار بخصوص تحديد امتحانات ولا لسه ما بعرف، لسه دكتور ما حددوش من وقت امتحانات لسه، بس دكتور في بيحكوا انه ممكن يكون الكتروني الامتحانات مش جاهز.
مش سامعك. إن الامتحانات ممكن يكونوا إلكتروني، فإن على الأكيد وجاهي رح تكون الفارما ولا لا؟ يعني حسب ما الفارما وجاهي لحد امبارح، أنا الكلام اللي كان مؤكد بأنه وجاهي. ألو؟ لحد امبارح الكلام المؤكد بأنه وجاهي. الذي صار تغيير مفاجئ لأسباب أخرى بنشوف، لجين اعتراضات ما اعتراضات، أي تغيير بصير لاحقا بنشوف بنتابع، بس لحد امبارح كان في الامتحان راح يكون وجاهي حسب علمي لكل المواد. ياسمين، يعني القاعدة بأنه الامتحان راح يكون وجاهي، يعني القانون قانون من الجامعة، مش قانون من يعني محصور في فارما أو كذا، لا لا، الأمر عام. يعني الامتحانات الرسمية اللي هي مثلا ميد تيرم إكزام وفاينل إكزام، هذه راح تكون وجاهية. طيب الأربعين علامة نضل قلنا 20 علامة راح تكون ميد تيرم إكزام، حلو، بضل عنا 20، هدول العشرين بدنا نعملهم أكتيفيتيز، بدناش نعمل هوم وورك مثلا أو أسايمنت أو كذا، هذه كان الإيفاليويشن فيها ضعيف في الفصل الماضي، فإحنا بنفضل نعمل كويزات. رح نعمل يعني تو كويزز، مش الأيام هاي، رح يكونوا لا بعد امتحان الميد تيرم، يعني في المادة اللي بعد الميد تيرم غالبا. أوكي، نعمل امتحانين، كل امتحان عليه 10 علامات، امتحانات بموعدها إلكترونية رسمي، أوكي، وبتكون قصيرة المدى، يعني بجوز يكون بس 10 أسئلة، 10 أسئلة ب10 علامات لمدة مثلا نقول ربع ساعة ثلث ساعة، بس هيك إشي سريع جدا يعني. أوكي، امتحان قبل وامتحان بعد، ممكن بنشوف كيف، بنشوف ممكن خلينا من هون للأسبوع الجاي نقرر في هذا الأمر، إنه بالضبط الامتحانين كيف يكون موعدهم، بهمش بنقرر، بس إنه مبدئيا امبارح كنا نحكي بإنه الامتحانين بكونوا في مادة الأنتيبيوتيك اللي هي بعد الميدتيرم. هو بالنسبة للفضاوة يا هلا، كل واحد بفكر إنه بعدين بفضى، بس هو عمليا اللي بصير إنه بعدين بصير الانشغال أكتر، دائما دائما في أي أمر في حياتنا أنا بكون مفكر بإنه هلا أنا مشغول فالأسبوع الجاي أنا فاضي، بس هو اللي بيحصل عمليا إنه هلا أنا مشغول والأسبوع الجاي أنا مشغول أكتر، واللي بعده بكون مشغول أكتر، فالضغط بزيد عادة بعد نص الفصل مش بقل، انتبهي انتبهي يا هلا، الضغط عادة بعد نص الفصل بزيد مش بقل، مفهوم؟ أي في حدا رد بنفس الكلام؟ يعني عمره ما كان الطالب في بداية الفصل مضغوط وفي نهاية الفصل فاضي، يعني عمرها ما صارت، اللي بصير دائما العكس، انه في اخر الفصل بكون الطالب يعني الضغط عليه شديد جدا من كل جهه، سواء امتحانات، سواء ماتيريال قاعده بتتكون، سواء الدكاتره في المحاضرات بيسرعوا شوي عشان يخلصوا الماتيريال، اوكي، وعمل امتحان مثلا ميد تيرم وعم بيحضر للفاينل والمواد دخلت في بعض، فدائما بكون الضغط يعني متاخر. ف بنشوف كيف، على كل حال بنشوف، ممكن نعمل واحد قبل واحد بعد، ممكن مش مهم، بس الامتحان مش راح يكون إشي كتير والله واو يعني، لا انت بتحكي عن بس 10 أسئلة MCQ، 10 أسئلة بجوز يكون مدتهم 10 دقائق او 15 دقيقة بالكتير حتى، اوكي، بتدخل الكتروني عادي، يعني جهان بتدخله الكتروني، بنعمل امتحان بموعد محدد الكترونيا، بتنزل علامته من 10 وخلصنا، اوكي. امتحان الميد تيرم المفروض في منتصف الفصل، احنا بدأنا 15/9، خلينا نقول 15/11 غالبا، يعني بمحيط 15/11، خلينا نقول من 10/11 ل20/11، من 10/11 ل25/11 تقريبا هيك، اوكي. هلأ أنا خلصت الملاحظتين، ملاحظة الحضور، أنا يعني برأت ذمتي من هذا الموضوع، ما حدش بالآخر يجي يحاسبني ليش علامتي بالحضور منخفضة، هيني حكيت، هيني وضحت، راح يعني
أشد على موضوع الحضور ابتداء من تاريخ اليوم. أوكي، أي غياب راح يكون محسوب على الطالب وراح يخصم من 20 علامة اللي محددين للحضور. النقطة الثانية اللي حكيناها evaluation راح يكون 20 علامة حضور، 20 علامة midterm، 20 علامة quizzes، و40 علامة final exam. الإكزامز الرئيسية اللي هي الميدتيرم والفاينل هدول بكونوا وجاهيات داخل الجامعة، إلا إذا حدث طارئ بصير إشي تاني، بكونوا وجاهيات داخل الجامعة. البرزنتيشن بدل الكوزات، الصراحة البرزنتيشن طلع في نقطتين حمزة، طلع البرزنتيشن في نقطتين كان عليه. النقطة الأولى إنه الطالب نفر من البرزنتيشن، قصدك انت برزنتيشن يعني اوكي، قصدك انك انت تحكي محاضر، المشكله العدد، انا فكرت قصدك اساينمنت. هلا البرزنتيشن يا حمزه المشكله في العدد، المشكله في العدد. هلا هدايه بالنسبه لحكايه بتعبوا بهمش، مو احنا بدنا اياكم تتعبوا، يعني هاي مش حجه قويه لك، انتبهي. فحكايه بتعبوا بهمش يتعبوا، عكس اصلا لما انت بتحكي بتعبوا احنا بنروح عليها بزياده احنا بنتوجه عليها بزياده، لانه بدنا اياكم تتعبوا مشان تاخذوا الاوتكم افضل. اوكي، بس هي المشكله انه العدد كبير فلا يمكن السيطره. الامتحان ده اللي سالت برايفت بكون طبعا عادي، يعني ام سي كيو مالتيبل تشويس. الكويز أنا شفته أفضل إشي، أول إشي بيجبرك إنك أنت تدرس المادة، بحصلك في وقت معين لدراسة المادة، والتقييم بكون أعدل. مظبوط مظبوط يا حلا، الكويزات أحسن وندرس المادة. طلع شو اللي بصير هلا، طلع شو اللي بصير، الموضوع البرزنتيشن إشي كتير راقي بالنسبة لكلام حمزة، مش كتير راقي، يعني انا بعتبره من افضل سبل التقييم اني اعمل برزنتيشن. يعني حمزه اسمعني، انا بحكي معاك ومع الجميع، افرض عملنا برزنتيشن، انت عملت برزنتيشن وحكيت ربع ساعه وكان كلامك كتير كلام شخص واثق من نفسه وقد حاله، وبتحكي بعلم بطريقه كتير علميه وراقيه، واعطيت الفائده للطلاب ولخصت الموضوع بربع ساعه بطريقه بتجنن، ربع ساعة، أنا يعني بعد هذا الانتر اكشن اللي بيني وبينك لا يمكن أخلي علامتك تحت، لا يمكن، لكن أنت أعطيت الإشي التوب في أفضل ما يمكن، يعني في أفضل جزئية بقصد في المساق، لما أنت بتعمل البرزنتيشن هاي أفضل جزئية في المساق، فمستحيل تكون علامتك بالآخر مش منيحة. واحد أنا عارف إنه متعلم صح، بيشتغل صح وبيحكي صح وبيعرف كيف يحكي في العلم، هذا لا يمكن أخلي علامته تحت بالآخر، مش راح تكون علامته تحت لو شو ما صار. اوكي، فيعني موضوع البرزنتيشن بقصد من ناحيه التقييم بالنسبه لي هو افضل جزئيه للتقييم، انك انت تيجي تحكي برزنتيشن واسمعك، مش تضل انت ساكت بس وتحفظ في علم. حلو، بس المشكله عددكم كبير، هون بصير في ظلم على الطلاب اذا انا بدي اختار منكم والله بس 10 يعملوا برزنتيشن، وراح يكون كله على حساب وقت المساق. العدد كبير والتقييم عن طريق البرزنتيشن مش إشي سهل ابدا ابدا. حتى لو كان جروبات، مو بالاخر الكل بده يحكي، العدد والوقت، الوقت يعني صعب جدا. فلا لا، محاضرتين ما بكفوا، يعني كل الطلاب، انا بدي اسمع كل طالب، في عندي 85 طالب، كيف بدي اسمعهم؟ كيف بدي اسمع وين محاضرتين؟ كل الفصل ما بكفي ياسمين، كل الفصل ما بكفي، يعني انا بدي اسمع ربع ساعة على كل طالب، كل الفصل ما بكفي. فمشكلة البرزنتيشن. هلا موضوع الاساينمنت مثلا، انك تعمل إشي كمان، هذا يعني جزئية جيدة جدا في التقييم، بس وين المشكلة في الاساينمنت؟ المشكلة انه هي جزئية جيدة من اي ناحية؟ من ناحية ان الطالب بيبحث عن معلومات وبالتالي بتعب فبيستفيد، يعني الاوتكم للعملية هي اوتكم كثير ناجحه وبوزيتيف، بقصد من ناحيه افاده واستفاده، مش من ناحيه علامات، من ناحيه استفاده.
انت لما بتبحث عن معلومات يوم يومين ثلاثة أربعة، فخص هاي المعلومات في صفحة وبتبعت لي إياها كشغل انت اللي اشتغلته، هذا إشي كمان كتير راقي بيشبه عمل البرزنتيشن. بس المشكلة في التقييم، التقييم صعب اوكي، والطلاب باخذوا من بعض كوبي بيست، واحد بيشتغل والثاني ما بيشتغل الى اخره. لا ما بنفع ياسمين، ما بنفع ما بنفع ما بنفع انه كل جروب ربع ساعه. انا بدي اسمع كل طالب مشان احط له علامته، مو اسمه برزنتيشن يعني بده يحكي، يعني انا بدي اسمعه، فالمفروض اسمع كل طالب مشان احط له علامته انا. اوكي هلا الكويزات هي بتضل افضل شيء من ناحيه التقييم، التقييم يعني لما انا بقول علامات بحط 10 علامات، انت عملت امتحان جبت فيه 8 من 10 هي علامتك 8 من 10. فالكويزات كانت لا شك انها اسهل شيء للايفالويشن وليست افضل شيء للطالب، انتبه انتبه، مش افضل شيء للطالب، هي اسهل شيء من ناحيه ايفالويشن، يعني اقل ظلم من ناحيه علامات. حلو، يعني الكويزات هي بتكون اقل ظلم من ناحيه علامات بس مش افيد شيء للطالب. لا يعني بحكي مشان اكون انا كمان مبرئ ذمتي، يعني مش الكويز هو افضل شيء وافيد شيء للطالب، لا هو اعدل شيء من ناحيه العلامه، لكن الفائده لا، البرزنتيشن افيد اكيد يعني، والاساينمنت افيد، والتطور العلمي بجبرنا ان نكون باحثين اكثر مما ان نكون بارسين لمعلومات. الكويزات مش افضل ولا افيد، انما هي يعني بتودينا للعدل بالنسبه للعلامه اكثر بس، مش اكثر من هيك. انهينا الملاحظات واخذت معنا وقت منيح، نرجع للماده. انا اليوم مصمم انه نخلص التشابتر هذا اللي احنا فيه اللي هو الفايل رقم 2 بخصوص الكاينتك. إذا اليوم خلصنا الكاينتك إحنا بنكون منجزين بشكل صحيح. الكاينتك يا جماعة اللي إحنا بنحكي فيه وصلنا لعند تقريبا هاي السلايد واللي بعدها، وحكينا عن الفوليوم أوف ديستريبيوشن إذا بتتذكروا. بدي ألخص المعلومات هاي كلها قبل ما أنتقل على كلمة ميتابوليزم. حلو، بدي ألخص المعلومات اللي حكينا فيها بخصوص الفوليوم اوف ديستريبيوشن قبل ما اني انتقل على كلمه ميتابوليزم. لو كان لوين حيكون الميد تيرم؟ غالبا لحد انتهاء تشابتر رقم 3. في تشابتر رقم 3 اللي هو اسمه فارماكوديناميك، غالبا اللي بحكي موده، مظبوط موده امير او عامر، فراح يكون بعد بعد الفارماكوديناميك. الفارماكوديناميك اللي هي التشابتر اللي بعد اللي احنا فيه. فموضوعنا هلا انا بدي الخص، بدي الخص الفوليوم اوف ديستريبيوشن والحكي اللي حكيناه في نهايه المحاضره الماضيه قبل ما اني انتقل على كلمه ميتابوليزم. بالنسبه للفوليوم اوف ديستريبيوشن انا وضحت بانه كلمه فوليوم اوف ديستريبيوشن تعني قديش الدواء انتشر في الجسم، بالعربي بالعامية قديش الدواء انتشر في الجسم. فكل ما كان الفوليوم اوف ديستريبيوشن عالي يعني الدواء تم انتشاره. انتشاره وين؟ في كل محل، مش في الدم. اللي في الدم هذا لسه ما انتشر، هذا لساته موجود في one single compartment اسمه blood. انتبه شو بحكي، الدواء اللي موجود في الدم والبلف في الدم قاعد بلف في هالبحر اللي اسمه دم، هذا اسمه، هذا اسمه مش ديستريبيوشن، هذا مش ديستريبيوشن، هذا بلف في وان سينجل كومبارتمنت اسمه بلاد، لسه ما انتشر، لسه ما تحرك، لساته في محله. وين في محله؟ في الدم، في الدم يعني في محله. فاحنا اللي بدنا اياه من كلمه انتشار هو الدخول الى ذا تيشوز. فانتشار الدواء يعني تغلغله في الانسجه. اني انسجه؟ كل الجسم. كل ما الدواء تحرك ووصل الجسم كله ودخل في أنواع مختلفة من الأنسجة، عرف كيف يدخل في الدماغ، عرف كيف يدخل في القلب، عرف كيف يدخل في الرئة، عرف كيف يدخل في العظام، عرف كيف يدخل عميقا في العضل ودخل موجود في كل محل في الجسم، هذا الانتشار بنسميه
distribution. عرفت شو معنى distribution؟ فكل ما الدواء كان في له volume of distribution أكبر، كل ما هذا الكلام بيعني بأنه الدواء يبعد عن الدم وينتشر. وكل ما كان الدواء في له volume of distribution أقل، كل ما كان هذا الدواء موجود في الدم وماسك في الدم ومش راضي يبعد عن الدم. طيب حكينا كمان كلمة apparent. apparent يعني ظاهري، apparent يعني مش حقيقي. apparent معناها إن الرقم تقديري، وبالتالي صار في عنا أرقام خيالية بتطلع. سبب الخيالية إنه الجسم مش بيكر، يعني مش compartment واضح في إله concentration homogeneous للدواء بحيث إنه بينتشر في الجسم بنفس التركيز. السبب اللي بخلي الأرقام تطلع مش accurate وكانت apparent فسميناها apparent volume of distribution هو إنه الجسم مش بيكر. لو كان الجسم بيكر كان بنحط حبة الدواء في البيكر وبندوبها وبتنتشر خلال دقيقة أو أقل حتى، وبكون في عنا volume of distribution هو حجم البيكر، فيش إشي تاني أصلاً، فيش إشي برا البيكر، راح يكون حجم البيكر أكيد، وراح يكون التوزيع شامل ومتجانس، يعني أكيد homogeneous distribution. بس للأسف الجسم مش بيكر. يا ريت بس مش بيكر، وكمان مش two beakers ولا three beakers ولا four ولا five ولا ten، هو عبارة عن عشرات بل مئات البيكرز داخلة في بعض، وبالتالي انتشار الدواء فيها راح يكون صعب، وبالتالي الفوليوم اوف ديستريبيوشن مش راح يكون رقم حقيقي. السبب الأساسي إنه أنا بسحب العينة من one single compartment اللي هي الدم، فالدم والعمر بكون ممثل عن الجسم. الدم هو جزء من الجسم، جزء واحد فقط، فالدم ما بكون ممثل عن الجسم، هو ممثل عن حاله عن الدم. فأنا ما بقدر أسحب عينة من كل محل من الجسم. يعني تخيل حالك بدك تفحص الدواء في كل محل في الجسم، معناته بدك تسحب عينة من كل مكان في الجسم، من كل مكان بلا استثناء. يعني حتى العظم بدك تأخذ جزء من العظم وتفحص الدواء من جوا الخشب اللي اسمه عظم. تخيل، يعني that's impossible أكيد، يعني أنك أنت تفحص الدواء في كل مكان في الجسم. عشانك إحنا بناخد من الدم، والدم غير معبر عن الجسم، وبناء عليه راح تطلع أرقام عندنا ملخبطة. بس انتبه، هاي اللخبطة أعطتنا indication بناء على الفيجر اللي وضحناها المرة الماضية. فهاي اللخبطة أعطتنا إذا كان الـ volume of distribution عالي بشكل خيالي، هذا بيعني بأنه الدواء مركز كان وين في الفيجر اللي قبل هاي؟ في التشو. التشو الدواء كان مركز في التشو، يعني انتشر كتير، اللي هي الحالة رقم ثلاثة. وإذا كان الدواء مركز في الدم فراح يكون الـ volume of distribution منخفض بشكل خيالي. وإذا كان الدواء توزيعه جيد، يعني إحنا راضيين عن توزيعه، يعني في انتشار نوعاً ما homogeneous أو مقبول، فبكون الـ volume of distribution حجم طبيعي للي إحنا بنحكي فيه. أوكي؟ فلو كان الـ volume of distribution أرقام عادية 50 60 70 لتر، معناته الدواء هي منتشر منيح وجيد. لو كان الأرقام عالية جدا 500 لتر و1000 لتر و5000 لتر و20000 لتر، معناته الدواء هارب من الدم. وكل ما كان الرقم عالي إذا الدواء قرب ينتهي من الدم. حلو. وإذا كان الـ volume of distribution جدا منخفض، أرقام ضئيلة، نص لتر، لتر، لتر ونص، خمسة لتر، هاي أرقام ضئيلة، وبالتالي الدواء معناته مركز في الدم جدا ومش قادر يبعد عن الدم. هاي المعاني مهمة، هاي المعاني مهمة. المعاني الثانية اللي إحنا بدنا نلخصها بأنه الـ volume of distribution يتناسب طرديا مع الـ half-life. وحكينا شو معنى half-life، كمان شوي رح نوضح half-life. وفي كمان شابتر صغير، مش شابتر، يعني هو زي كأنه سلايدز هيك معينة أنا بجمعها بعملها تلخيص وبعطيكم إياها بعد هذا الفايل، يعني الأسبوع الجاي، مش بكرة، الأسبوع الجاي بكون مرتبها، بعطيكم إياها بشكل ملخص على شوية بارامترز حلوة مع تعريفاتها، شو معنى هاف لايف، شو معنى فوليوم ديستريبيوشن، بعملكم شوية هيك يعني ملخص سريع جدا لمدة ربع ساعة
بلخص لكم كل المفاهيم هاي وبتوضح لكم أكثر. بس إنه مبدئيا الهاف لايف عرفنا شو معناه، بأنه عمر النص يعني الزمن اللازم لوصول الدواء تركيزه لنص التركيز في الجسم، لنص التركيز في الجسم، هذا الهاف لايف يتناسب طرديا مع the volume of distribution. فكل ما كان الديستريبيوشن أعلى، يعني الدواء موجود في التيشوز في الجسم راح يكون فترة مكوثه في الجسم أكبر، فالهاف لايف بكون أعلى، وبالتالي الإليمينيشن بكون أبطأ. ليش الإليمينيشن أبطأ؟ لأن الإليمينيشن هو سحب الدواء من مين يكمل؟ البلد. من البلد. بالضبط. البلد. الدواء لما يحصل له إليمينيشن بكون سحبه من الدم. يعني الكيدني والليفر ما بيعرفوا دماغ. اسمع. اسمع شو بحكي منيح. الليفر والكيدني ما بتعرف الدماغ. ولا بتعرف العظم. ولا بتعرف السبلين. ولا بتعرف أي عضو في جسمك. الليفر والكيدني بيعرفوا الدم بس. بتعاملوا بس مع الدم. فلما يجي الليفر يعمل ميتابوليزم والكيدني تعمل اكسكريشن، هي عم تسحب الدواء من الدم. فقديش فيه في الدم بتسحب، قديش فيه في التيشوز ما إلهاش علاقة. ملاحظ؟ فوجود الدواء في التيشوز عدم وجوده في الدم هذا بيخلي الإليمينيشن بطيء، ووجود الدواء في الدم وعدم وجوده في التيشوز برضه بيخلي الدواء الإليمينيشن سريع. أوكي؟ فعشان هيك إذا كان الفوليوم ديستريبيوشن عالي، يعني الديستريبيوشن جيد جدا وممتاز وديستريبيوتد، يعني هاي ليفل اوف ديستريبيوشن، فتوقع بيكون الإليمينيشن بطيء، فالهاف لايف بتكون عالية. حلو؟ بالضبط، الهاف لايف بيكون عالي. بس تخيل انه دواء الهاف لايف له 1 سنجل اور، معناته الدواء موجود في الدم، معناته ديستريبيوشن تعيس. اوكي؟ فهي الكومباريزونز لازم تكون انت عارفها وفاهمها وعارف شو معنى هاف لايف وعارف شو معنى فوليوم اوف ديستريبيوشن الى اخره. ندخل على الكلام اللي بعده اللي هو الميتابوليزم. الميتابوليزم يا جماعه يعني بايو ترانسفورميشن، هيباتيك ميتابوليزم، هيباتيك اليمينيشن بنسميه. مش قلنا اليمينيشن معناها ميتابوليزم اند اكسكريشن مع بعض؟ طيب لما نقول هيباتيك اليمينيشن معناها ميتابوليزم، هيباتيك إليمينيشن معناها ميتابوليزم. حلو؟ فالدواء بيحصل له ميتابوليزم then بيحصل له إكسكريشن. شوي شوف مين بيسأل. في حدا بيسأل إنه إحنا بنحكي عن الهاف لايف للبلازما ولا الهاف لايف للتوتال بادي؟ إحنا اللي بيعنينا أساساً the half life of total body، يعني the total half life، التوتال هاف لايف. إحنا بيعنينا وجود الدواء في الجسم مش وجود الدواء في الدم فقط. أوكي؟ هلا the plasma half life هذا إشي تاني، هذا إشي specific، إشي خاص يعني. بس إحنا اللي بهمنا the total body half life، هذا اللي بهمنا. أوكي؟ ملاك بتسأل الفيرست باس ميتابوليزم إلها علاقة بالهيباتيك الفيرست باس، تدخل اللغة هيك مع بعض عرض مع إنجليزي بخربش. مين اللي إله علاقة في مين؟ اسأل السؤال بوضوح يا ملاك، أو احكي معي، احكي بصوتك يعني. الهيباتيك ميتابوليزم ماله؟ يعطيك العافية دكتور. هلا دكتور، هسه الفيرست باس ميتابوليزم انه المفروض انه يعني مباشره يروح على الهيباتيك فين، انه مثلا ما يصير له توزيع بشكل صح بالدم، فلهيك انا انه الهيباتيك ميتابوليزم له علاقه بالفيرست باس ميتابوليزم او لا؟ انت بتقولي الهيباتيك ميتابوليزم له علاقه في الفيرست باس افكت. طلعي طبعا هو
يعني ما هو الفيرست باس افكت شو هو؟ هو عباره عن هيباتيك ميتابوليزم. بس شو اللي اختلف؟ شو اللي اختلف؟ انه الفيرست باس افكت اخذ الدواء عمل له ميتابوليزم قبل انتشاره، يعني انه مرحله الميتابوليزم كانت مرحله مبكره، اوكي، كانت عباره عن سرقه الدواء من وين؟ من الجي اي سيستم قبل ما يوصل الدم. فالليفر اذا اخذ الدواء من الدم بشكل طبيعي فهذا اسمه هيباتيك ميتابوليزم طبيعي. بس انتبهي، اذا راح الليفر سرق الدواء سرقه من الجي اي سيستم قبل ما يوصل الدم، هذا صار هيباتيك ميتابوليزم مش مطلوب، يعني مش في وقته. انا بديش احط دواء قبل ما يفيدني يحصل له تشينجز، انا بدي احط دواء في الجسم بعد ما استفيد منه يحصل له تشينجز، اوكي، مشان يطلع. ما بنفع يدخل ويروح قبل ما انه يفيدني يعني، اوكي. تخيل حالك انت فايت على الجامعه، على باب الجامعه، وانت تايه انت، يعني مش عارف وين انت، اول مره بتفوت الجامعه، اوكي، وفي ابواب هيك مخربشه. فاول باب بعد ما دخلت الجامعه، اول باب على ايدك اليمين دخلت فيه راح خرجك من الجامعه. طب مو انا لسه ما دخلت ولا شفت حدا ولا حكيت مع دكاتره ولا حكيت مع طلاب ولا شفت إشي بالجامعه، انا دخلت وعلى اليمين كان في باب، دخلت في الباب الثاني وطلعت برا. يعني هذا اسمه شو؟ هذا اسمه يعني فيش فايده بالمره، ما حصلتش الفايده، اوكي. فانت جاي بدك تدخل على الجامعه، رحت طلعت قبل ما تدخل، تمام. نفس الكلام، انت فايت على الجسم ولسه داخل على الجي اي سيستم مشان يحصل ابزوربشن، وبعد الابزوربشن بده يصير في يعني افكت، يعني فايده، يعني ريسبونس، اوكي. وبعد الريسبونس، بعد ما نخلص وننبسط ونرتاح ويكون العلاج حصل، بدنا ميتابوليزم حتى يحصل اكسكريشن ويروح الدواء. بس لما اجى البورتال فين اخذ الدواء من الجي اي سيستم، وش عمل؟ وسحبه قبل ما يفيدنا، وبالتالي صار في زي بالضبط الباب الثاني اللي جنب باب الجامعه الرئيسي اللي اخذ الطالب قبل ما انه يدخل. بالضبط، تمام، بالضبط، كانه في wanted metabolism و unwanted metabolism. حلو، شيء intended وشيء unintended. حلا احكي 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 بصوتك، لانه العربي مع الانجليزي بتصير الدنيا يمين شمال، بتصير الواحد مخه شمال يمين واليمين شمال بصير. صباح الخير دكتور. صباح النور. هلا دكتور، بنحكي فيرست باس لما كانه الليفر يسرق الدم، بس لما ياخذه بشكل طبيعي ما بنحكي فيرست باس؟ اه طبعا طبعا طبعا. كلمه فيرست باس افكت هي قضيه البورتال فين، يعني ويذدرول، خلينا نقول يعني السحب، البورتال فين ويذدرول، اللي هو سحب الدواء من الجي اي سيستم، مش من الدم، ما انتبه، مش من الدم، من الجي اي سيستم. هذا اسمه يعني فيرست باس افكت او فيرست باس ميتابوليزم. مين بنسميها فيرست باس؟ يعني تحويله اولى، اللي هو الباب الاول اللي قبل ما افوت جوا الجامعه، الباب الاول سحبني قال لي تعالوا طلعني برا، اوكي، فيرست باس ميتابوليزم. اه طبعا بنتجنبه في تصنيع الدواء اكيد، الفيرست باس ميتابوليزم، او في الروت اوف ادمنستريشن. اذا عرفنا نتجنبه في التصنيع هينا نفدنا، واذا ما عرفنا قبل ما يوصل الدم، طبعا طبعا هلا قبل ما يوصل الدم. فالفيرست باس افكت هو ليفر ماخذ من جي اي عن طريق البورتال فين. حلو، الفيرست باس افكت ليفر ماخذ من الجي اي عن طريق البورتال فين، بينما الميتابوليزم اللي بدي احكي فيه هلا هو مش فيرست باس افكت، هو هيباتيك ميتابوليزم، الليفر ماخذ من الدم، يعني الطريقه المشروعه للليفر. يعني الليفر هون بيعملش إشي غلط، بيعمل إشي صح، بيعمل إشي حلال مطلوب منه يعمله اصلا، تمام. طيب the process of elimination begins، شوف ما ارقى هالجمله، هاي الجمله مزبوط. طبعا 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 حمزه، هذا هو الكلام اللي انا كنت احكيه من 15/9 لليوم. طبعا اكيد the process of elimination begins as soon as the drug enters the body. هاي الجملة بتسوى وزنها ذهب. اللي بفهمها
هاي الجملة بتسوى وزنها ذهب. لمين بدنا نعطي الذهب طيب؟ مين اللي بده ياخذ الذهب؟ مين اللي باخذ الذهب يا جماعة؟ أنا اللي باخذ الذهب، مش أنا اللي بحكي الجملة، معناته أنا بطلع للذهب. يعني أنا اللي كسبان بالآخر أكيد. The process of elimination begins as soon as the drug enters the body. يعني بمجرد ما الدواء دخل الجسم بتبلش الإليمينيشن. ليه؟ لأنه الدواء بمجرد ما دخل الجسم هو عم بدخل وين؟ على الدم. وطالما في درج في الدم معناته في ميتابوليزم، لأنه الدواء بيسبح في الدم، هو مش قاعد والله موجود في الدم المحيط في المعدة وقاعد وبستنى، لا، على السريع بينتشر، تسحبه الأوردة على القلب وبالطوال بيتم ضخه على الجسم، خلال ثواني بينتشر في الجسم كله. فحركة الدم سريعة جدا، بحر وشغال، بحر وأمواج بتتلاطش وشغال بقوة. فالدم على السريع لما انت بتعطي هالدواء بدخل على الجي اي سيستم، بيحصل بيحصل الانتشار للدواء في الدم كله وبيبلش ينتشر في الجسم. بس طالما في جزء في الدم راح يبلش الاليمينيشن، طالما في جزء في الدم راح يبلش الاليمينيشن. ف ببلش الدواء بيعمل اليمينيشن، حلو، لكن الإليمينيشن بيكون قليل. ليش قليل؟ لأنه أصلاً وصول الدواء للدم لسه ضعيف في البداية، لأنه الامتصاص لسه في بدايته. هلأ ليتر أون لما يصير في دخول للدواء على الجسم أكثر ووصوله في الدم لنسبة أعلى، بصير الميتابوليزم يزيد، حلو؟ بس إنه الميتابوليزم هو بيحصل في أول لحظة، اللي هو يتطابق مع كلامي في البداية لما قلت لكم أول مرحلة absorption، ثاني مرحلة distribution، ثالث مرحلة ميتابوليزم، رابع مرحلة اكسكريشن. بس قلت لكم في اوفرلابينج عالي، اوعك تنسى الاوفرلابينج. والاوفرلابينج والتداخل هو الكلام اللي بتلخصه الجملة هاي اللي وزنها ذهب. The process of elimination begins as soon as the drug enters the body. يعني الإليمينيشن ببلش مع البداية، مع بداية دخول الدواء على الدم. Three major routes of elimination: hepatic metabolism of elimination. انتبه، elimination hepatic metabolism. في كمان elimination through bile والbile duct، بنحكي فيه بعدين. وفي elimination in the urine، يعني بين قوسين excretion. يعني هون اول واحدة metabolism، ثاني واحدة biliary excretion بنحكي فيه بعدين، وفي الثالثة اللي هي بين قوسين excretion، الثالثة اللي هي بين قوسين excretion. هلأ طبعا الدواء بنزل من الدم بسبب الديستريبيوشن وبسبب الإليمينيشن. هذا النزول، يعني هذا الانخفاض في تركيز الدواء من الدم، لاحظ الX axis time زمن، والY axis هو البلازما كونسنتريشن، حلو، الY axis هو البلازما كونسنتريشن. بس شوي بنطلع والواي اكسس هي بلازما كونسنتريشن. الدواء بيحصل له، طلع شيل الكلمه، طلع ديكريز اكسبوننشلي. شو يعني اكسبوننشلي؟ اللي هي العلاقه الاسيه، يعني نزول بيكون سريع ضمن كونستانت فراكشن، ضمن كونستانت فراكشن. يعني في عندك كونستانت فراكشن اوف ذا دراج اليمينيتد بير يونت اوف تايم، كونستانت فراكشن of the drug eliminated per unit of time. per unit of time شو يعني؟ يعني مثلا كل ساعة بنزل الدواء بنفس نسبة نزوله اللي هي مثلا 10%، لكن مش constant amount. انتبه شو بحكي منيح، constant fraction وليس constant amount. بخلص هاي الفكرة وبناخد بريك. شو الفكرة؟ النزول مش لينير، النزول مش لينير، انما اكسبوننشال. شو يعني اكسبوننشال؟ يعني في عندنا كونستانت فراكشن، يعني النزول في البدايه كان عالي
لانه تركيز الدواء عم بقصد في البدايه يعني بعد ما اعطناه انجكشن اي في، ما بحكي في البدايه يعني في بدايه امتصاصه من المعده، لا انتبه 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 شو بحكي. هذا المثال اللي هون اي في انجكشن، يعني البدايه هي وصول الدواء للدم 100% بالضبط، ماشي حنان؟ يعني اللحظه البدائيه هي انه الدواء كله موجود في الدم وكانه امتصاصه 100%، هاي هي البدايه. ففي البدايه الدواء تركيزه في الدم عالي، فالإليمينيشن عالي جدا جدا، الدواء كله في الدم اوكي، فالإليمينيشن عالي. فشو بصير؟ يعني إليمينيشن مع ديستريبيوشن، مش بس إليمينيشن، إليمينيشن مع ديستريبيوشن. فخروج الدواء من الدم في المرحله الاولى بكون اكسبوننشال. كيف يعني؟ يعني constant fraction. طبعا constant fraction مع تركيز عالي بتعطي amount كبيرة، بس لاحظ هون constant fraction مع تركيز منخفض بتعطي amount أقل. احنا بهمناش الamount، بهمنا constant fraction. ما بهمنا amount، بهمنا constant fraction. كيف يعني؟ افرض انه تركيز الدواء في الجسم يعني موجود ب نقول 100 ميليغرام، 100 ميليغرام موجودين في الدم أعطناهم injection، 100 ملي جرام موجودين في الدم اعطناهم انجكشن. هلا اذا كان كونستنت فراكشن ديكريز، كونستنت فراكشن، وفلنفرض كل ساعه 10%، معناته اول ساعه ال 10% شو هي؟ كم ال 10% اول ساعه؟ 10 بالضبط، مش بنقول 100، 10% من ال 100 يعني 10 ملي جرام. طيب الساعه الثانيه 10% من ال 90، إذا أقل من 10. لاحظ الساعة الثالثة 10% من ال نقول 81 أو 82، يعني أقل وأقل وأقل من العشرة. طيب الساعة الثالثة راح تكون 10% من 75 مثلا. لاحظين يا جماعة، فكمية الدواء اللي بتنزل من الدم مع الزمن هي تقل، بس شو هو الكونستانت فراكشن؟ الكونستانت فراكشن هذا اللي بحكي فيه، بيعمل الكيرف بهذا الشكل، انه في البدايه نزول سريع من ناحيه اماونت اوكي، بس الكونستانت فراكشن اوكي اوكي. بعيد بعيد، هلا بعيد الكلام وبننهي وبنطلع بريك. الفراكشن اللي بتحصل كونستانت، هذا بعطينا اماونت عاليه في البدايه، ذن الاماونت بتصير تقل. ليه؟ لانه عندنا 100 ملي جرام من الدواء موجودين في الدم اعطناهم اي في انجكشن، ربد انجكشن اوف ذا دراج اي في، وهدول ال 100 ملي جرام موجودين هيهم هون اوكي في الدم. فاحنا بنحكي عن كونستانت فراكشن ديكلاين، كونستانت فراكشن ديكلاين. هذا الكونستانت فراكشن بيجعل ال 100 ملي جرام لو بدها تنزل 10% كل ساعه، إذا أول ساعة 10 ملي جرام، بس ثاني ساعة 10% من 90، ثالث ساعة 10% من 81، رابع ساعة 10% من 73 ممكن، لاحظين؟ خامس ساعة 10% من 65 أو 66. وبناء عليه ال 10% هي constant كفراكشن، لكنها مش constant كأماونت، فالأماونت بتقل 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 بتقل. هذا بيعمل اللي هو نزول الدواء من الدم، يعني بعد الدواء عن الدم بالديستريبيوشن والإليمينيشن. هذا بيعمل ايش؟ بيعمل ديكلاين سريع في الكيرف في البدايه، ذن الديكلاين بصير بطيء. هاي العلاقه بنسميها اكسبوننشال ريليشن شيب اوكي. ولما كانت اكسبوننشال معناته في عندنا كونستانت فراكشن از إليمينيتد بير يونت اوف تايم، constant fraction of the drug is eliminated per unit of time. هذا اللي بحكي فيه قبل ما اطلع بريك، هذا اللي بحكي فيه جيد جيد مقارن مع كيرف ثاني كان خط مستقيم. انتبه شو بحكي، بدي حدا يعلق هلا، بدي حدا جدع يعلق. هذا اللي بحكي فيه انا هون جيد جدا، يعني مطلوب، يعني بدنا اياه، يعني افضل، يعني احسن، مقارنه مع كيرف ثاني هو كيرف بنسميه لينير. لينير يعني هيك، طلعوا يعني هيك خط مستقيم
اي لينير خط مستقيم في الديكلاين. مين بيقول لي ليش اللي موجود هون افضل؟ يعني ليش الاكسبوننشال ريليشن شيب افضل؟ مين بيقول لي ليش خروج الدواء من الجسم بالإليمينيشن والديستريبيوشن افضل انه يكون اكسبوننشالي مما انه يكون لينير؟ بيتر افكت هاف لايف مور. دكتور ممكن لو كان لينير فالجسم راح يتخلص منه، راح يصير إليمينيشن أكثر ما يكون ديستريبيوشن لكل الجسم. قبل ما أستفيد منه راح يطلع. أنا سمعتك شو حكيت بس شوي. duration of drug lasts more، يعني أقرب كلام انحكى هو كلام ريما، براعي كمية الدواء اللي بالجسم أصلاً. ممتاز، يعني يعتمد على كمية الدواء اللي موجودة في الجسم وهذا المطلوب. انتبهوا شو حكت ريما. طبعا اللي حكيتوه مش خطأ، في منه شوية خطأ وفي منه شوية صح، فأنا معاكم تقريبا جزئيا، بس أكثر كلام كان دقيق حكى من ريما أبو زهرة، بتقول لأنه براعي كمية الدواء اللي بالجسم أصلا. يعني هي شو بتقول؟ بتقول بأنه إذا كان الدواء في الدم عالي فخروجه بكون عالي كمية، وإذا كان الدواء اللي في الجسم خفيف فخروجه بكون خفيف كمية، أوكي، لأنها النسبة ثابتة. طيب تمام، يعني اللي بتحكوا فيه جيد جدا، بس برجع بقول اللي حكى ريما أدق كلام. هلا بدها تكمل ريما، وين ريما؟ مسكناها، اللي المسك ما بيقدر يهرب. هلا بدك تكملي، وين الفائدة في هذا الموضوع؟ يعني وين أنا بستفيد عمليا؟ انسي العلم هلا، وانسي السلايد، وانسي الجامعة، وانسي بلال، وانسي كل الناس. وين الفائدة في هذا الموضوع؟ وين الفائدة إنه لما يكون كمية الدواء في الجسم عالية بدي خلاص سريع، أوكي، بينما لما تكون الكمية خفيفة بدي خلاص بطيء؟ وين الفائدة العملية التطبيقية للكلام اللي حكيتي؟ موجودة يا ريما معانا ولا روحتي؟ التخبت ريما، بطلت تعرف تكتب. موجودة، تمام. يعني لو كان خطي بتكون كمية، بس بدي اقرأ كلام لارا شكله مهم. لو كان خطي شوي، بس شوي شوي شوي، هدوا اعصابكم شوي مش مخليني اعرف اقرا. يعني لو كان خطي بتكون الكمية اللي بخلص منها الجسم نفسها اذا كانت كمية الدواء كثيرة او قليلة. طبعا بتكون الكمية نفسها، كلام لارا صح. لو كانت العلاقة خطية بتكون نفس الكمية بغض النظر عن الفراكشن، وهذا إشي سيء بديش إياه أنا. ليش سيء؟ اللي هو السؤال نفسه اللي أنا سألته هلأ لريما. هلأ منشوف شو جاوبت. جاوبتي ولا ما جاوبتي؟ لسه ما جاوبت يمكن. ممتاز حمزة، ممتاز حمزة، بجاوب كلام صح 100%، واللي هو كلام هو كاتب برايفت، بس إنه بجوز مش قاصد هو البرايفت، بس إنه كلامه صح 100%. كلامه لحمزة صح 100%. حمزة جاوب عن ريما، حمزة جاوب عن ريما. شو بقول؟ بقول لو كانت الكمية القليلة سريعة معناته شو راح يصير؟ مش راح ناخد فايدة. ولو كانت عالية وضلت بالجسم راح تعمل سمية. إكسلنت يا حمزة، حمزة عن جد إكسلنت. يعني هذا هو اللي بستنى فيه، هذا هو اللي بستنى فيه. طلع بدي الخص لكم الكلام هلا. تمام، خلص مشاركتكم ممتازه وانتم ناس تمام، هذا الطبيعي عشان نستفيد. تمام، ريما بتحكي كلام يعني بعد اللي حكاها حمزه بياكده 100%. اوكي خلص، بكفي النقاش اللي عملتوه. تمام بكفي ومنيح جدا كل اللي حكيتوه. يعني بدي اقول لكم جزء منه خطا كان، جزء منه صح. النقطتين اللي لفتوا نظري هو كلام ريما وكلام حمزه. كلام ريما شو بتقول؟ بتقول بانه في البداية إنه الخلاص من الدواء من الدم يعتمد على الكمية، فإذا كانت الكمية كبيرة
راح يخلص بسرعة وهذا جيد، وإذا كانت الكمية قليلة راح يخلص بطيء، فالاعتماد يعتمد على الكمية. أنا قلت لها إكسلنت، بس بدنا نفهم كمان ليش إكسلنت، يعني ليش هذا النمط هو المطلوب دوائياً، انسى رياضياً، دوائياً ليش هذا النمط في الخلاص مطلوب؟ سؤال حمزة، قال إذا كانت الكمية القليلة خلاصها سريع يعني عكس الحاصل، أوكي معناها إحنا ما بنستفيد منها، وإذا كانت الكمية الكبيرة خلاصها بطيء معناته بدها تعمل سمية. فإحنا النمط اللي بدنا إياه إنه الكمية لما تكون كبيرة يكون خلاصها سريع، والكمية إذا كانت قليلة يكون خلاصها بطيء، أوكي؟ فإحنا طلع كيف، أعطيك مثال، افرض واحد معصب بده ينتحر، راح شرب كمية كبيرة من الدواء، أوكي؟ راح شرب كمية كبيرة من الدواء، يعني واحد مثلاً راسب في مساق الفارما لا سمح الله ومعصب علي، وبجوز لو يشوفني يحط سكينة في بطني، تمام؟ فمعصب علي، فبشو راح بعمل؟ أحسن طريقة ينتحر، خاصة إنه التعليم إلكتروني، فهو لا شايفني ولا بشوفه، فأحسن طريقة ينتحر، فبشو راح بعمل؟ بشرب 30 حبة دواء، منيح؟ يلا مشان نطلع بريك، بروح بشرب إيش؟ 30 حبة دواء، بالضبط هو 100%، لأنه الخروج إكسبوننشال. مريم 100%، عشان هيك لأنه بعلق على كلامك بعدين، الخروج لأنه إكسبوننشال، البريك تأخر بس بهمش على السريع. قلنا واحد بده ينتحر لأنه معصب علي لأني حملته مساق الفارما، تمام؟ فهذا لما بده ينتحر شو بعمل؟ البنات ينتحروا عادة، ما حصلش إنه واحد ينتحر بسبب فارما، بس حصل إنه واحد ينتحر بسبب توجيهي، أوكي؟ فاللي بده تيجي تنتحر فبتروح بتشرب 30 حبة دواء، بتشرب 30 حبة دواء، التركيز عالي جدا في الدم، انتبه الخلاص سريع جدا. ليه؟ لأنه الإليمينيشن يعتمد على الكمية، لأنه العلاقة إكسبوننشال which is excellent، مطلوب إنه الدواء السام بكميته العالية اطلع بسرعة، لأنه 10% 10% 10% 10% ال 10% بتشكل جزء كبير من الكمية الكبيرة، أوكي؟ يعني 10% من 1000 هي 100، 10% من 10,000 هي 1000، يعني كمية كبيرة صارت، أوكي؟ فبصير خلاص السمية سريع، بينما الكميات القليلة الموجودة اللي هي تريسز بكون خلاصها بطيء، لأنه 10% مش راح يشكل شيء ككمية. فإحنا هذا اللي بدنا إياه، إنه خلي الدواء القليل يخرج بطيء وبالتالي يعطينا مفعول، وخلي الدواء اللي بكمية عالية يخرج بسرعة، بمعنى إنه لو ضل راح يكون سام. يعني ملخص كلامي، الخلاص من السمية لا يكون إلا بهذا النمط، The exponential relationship. ماشي يا جماعة؟ ماشي يا كبار؟ فبنطلع بريك هلأ لمدة ربع ساعة بالضبط، وبنرجع بنكمل شوي مشان نخلص الميتابوليزم، تمام؟ بنطلع بريك لمدة ربع ساعة وبنرجع بنكمل، هي الساعة 10:03، يعني 10:15، 10:15 وشوي بنرجع بنكمل. هلأ بعمل ميوت وبعمل ستوب للتسجيل، ميوت. مرحبا، أنا إجيت هيني بدي أكمل. ممكن أعيد هجي اللي أعيدها، بالك أنا متذكر شو اللي حكيته حتى أعيد. تمام، طيب المهم متذكر، أوكي، كنا نحكي على تعليقنا على ريما وتعليقنا على حمزة شو حكوا بخصوص موضوع الـ exponential relationship. على السريع بعيد الكلام بأنه الـ exponential يعني constant fraction وليس constant amount. ركزوا معي، بدي أحكي كلام يعني to the point، ملخص واضح سريع، كلام to the point ملخص واضح سريع straight forward. لما احنا بنقول exponential relationship مش linear، معناته ان الـ decline بكون بـ constant fraction،
constant fraction يعني خلي في بالك مثلا 10% او 20% per unit of time، يعني بوحدة الزمن per unit of time في عندك مثلا constant fraction تقول 10% او 20%. الكونستانت فراكشن بتعمل لارج اماونت اذا كان التركيز عالي، والكونستانت فراكشن تعمل سمول اماونت اذا كان التركيز منخفض. فال10% من ال1000 هي كميه كبيره، بينما ال10% من ال10 هي كميه قليله جدا. فانا سالت انه وين الفائده من هذا الموضوع، رد حمزه وسؤال بانه الفائده بانه اذا كان الدواء تركيزه عالي فاحنا بدنا اياه يخرج بسرعه، بمعنى اماونتس سريعه خلال الزمن حتى ما يعمل سميه، واذا كان الدواء تركيزه منخفض احنا بدنا اياه يخرج ببطء حتى يضل موجود ويعطينا الفائده. يعني كلام حمزه بعبارات اخرى، اذا كان الدواء قليل انا بدي اياه يضل ما بدي اياه يخرج بسرعه، واذا كان الدواء كثير في الجسم في الدم فانا بدي اياه يخرج بسرعه لانه بخوف وجوده. اوكي، طبعا ينطبق هذا الكلام، احسن مثال عليه حالات السميه وحالات الانتحار وحالات شرب الدواء اكسيدنتلي بكميات كبيره. اخوك الصغير بلعب في الدواء، راح مسك 10 حبات بلعهم. اوكي، فهنا وين الخلاص؟ الخلاص اول طريقه للخروج من السميه هي موجوده داخل جسمك بانه the decline is exponential. لاحظين شو بحكي؟ طبعا ممكن هاي الطريقه ما تكفي ويصير له شيء لا سمح الله، فاحنا بدنا طرق ثانيه للخلاص. بنيجي بنعطي انتيدوت، بنيجي بنعطي مثلا جاستريك لافاج، بنخليه يستفرغ، نعمل غسيل معده، بنوديه على المستشفى، ما بعرف شو، في طرق اخرى. بس بقصد اول طريقه للخلاص من سميه الدواء هي the exponential decline. حلو، هذا كله تتم لكلام حمزه، تتم لتعليق حمزه. تعليق حمزه مهم ركزوا عليه، وقبليه تعليق كريمه كان مهم جدا ركزوا عليه، والباقي اللي حكوا كلام مفيد جدا. اوكي، فبتوقع صار واضح. انا عدت للي سالني بانه عيد، فكلام صار واضح. طبعا ليش بيحصل ميتابوليزم؟ انا بقول ميتابوليزم، ليش بيحصل ميتابوليزم؟ هو الميتابوليزم على فكره مش عمليه يعني هدفها منفصل، لا، هي عملية هدفها يتصل بالخروج. الميتابوليزم هي عملية هدفها يتصل بالخروج من الجسم. فلما تقول ميتابوليزم الهدف منه to increase polarity then to be eliminated أو excreted. حلو؟ يعني هاي الكلمة حط تحتها خطين، to increase polarity، يعني لو الدواء بولر ما بلزمه ميتابوليزم. كلام كبير هذا يا جماعة، الدواء لو كان بولر ما بده ميتابوليزم، بس الدواء اذا كان نون بولر لازم to be metabolized then to be excreted. طب ليش الدواء البولر ما بده ميتابوليزم؟ لانه بدوب في البول وبالتالي بيطلع لحاله. اسمع شو بحكي، الدواء البولر ليش ما بيلزمه ميتابوليزم؟ لانه بدوب في البول وبالتالي بيطلع لحاله، بينما لو كان نون بولر مش راح يدوب في البول. طيب اذا ما دابش في البول وين بروح؟ طب ما هو صار في البول، وين بده يروح؟ على الليفر. يعني لحظه شوي خليكي معي، على الليفر. كيف بده يكون على الليفر؟ طب ما هو موجود في الكدني. لحظه شوي، موجود في الكدني وهي خرج في ال... في ال... في ال... في الماده الميه اللي اسمها بول، بس لسه ما طلعت من الجسم ومش دايب فيها. طب وين بروح؟ وين بروح اذا ما كانش دايب؟ يعني إذا ما كان دايب وين بده يروح؟ هو تفلتر في الكبني وطلع وما داب في البول وكان نون بولر، وين بروح؟ ولازم يطلع في البول طالما طلع في الـ في الـ في المادة اللي راح يصير اسمها يورين. أوكي، أنا بقصد هو تفلتر في الكبني من الدم وخرج في البول اللي هي في الـ في الـ في المية اللي راح تصير يورين كمان شوي. أوكي، وهاي المية ما كانش دايب فيها، وين بروح؟ برجع back to the blood. مستحيل الدواء إذا ما كانش دايب في البول يخرج في البول، ما بخرج، برجع في الكبني. رح نيجي على هذا الكلام، back to the blood، برد يعاد امتصاصه. يعني الدواء اللي بحاول يخرج بالعربي مش رح يخرج إلا إذا كان بولر. حلو؟ الدواء اللي بحاول يخرج في البول
ولا عمره بخرج الا اذا كان بولر، واذا كان نون بولر بوصل البول وبرد برجع باك تو ذا بلاد، بوصل البول يعني كانها البولر نون بولاريتي، النون بولاريتي كانها باب مسكر، النون بولاريتي كانها باب مسكر بتمنع خروج الدواء، فبوصل البول وبرد برجع، بوصل البول وبرد برجع، وين برجع؟ لانه نون بولر برد بيحصل له ري ابزوربشن باك تو ذا بلاد، لانه نون بولر برد بيحصل له ري ابزوربشن باك تو ذا بلاد، فلازم يكون بولر حتى يحصل له اكسكريشن، فلما يرجع باك تو ذا بلاد وين بروح؟ اللي حكيت قبل شوي مين؟ اللي حكيت بالصوت قبل شوي مين؟ تو ذا ليفر. تو ذا ليفر. لاحظين؟ يعني كلامك هون بصير 100%، انه هو وصل البول وكان نون بولر مش راح يطلع لانه مش دايب، البول ما بيطلع احجار، عمركم شفتوا البول بيطلع اشياء مش دايبه فيه؟ ما بيطلع احجار، ما بيطلع دواء مش دايب ابدا، لازم يطلع ماده مذاب فيها كل المواد. فاذا كان نون بولر هو مش دايب فبرجع باك تو ذا بلاد، يعني برد بيحصل له ري ابزوربشن، طبعا ويذن ذا كيدني، يعني بيحصل له ري ابزوربشن باك تو ذا بلاد، وبرد بلف بالدم، لما بلف بالدم بدخل على الليفر، لما دخل على الليفر بيحصل له ميتابوليزم، لما حصل له ميتابوليزم صار بولر، لما صار بولر بروح على الكيدني وبطلع. يعني هي رحله للدواء بلف في الجسم، اذا دخل بالصدفه في الكيدني وكان نون بولر برد برجع، بخفش عليه مش راح يطلع، واذا كان بولر بطلع، بس اذا كان نون بولر راح يرد يرجع. هلا بدخل على الليفر، اذا كان نون بولر راح يحصل له ميتابوليزم وراح يصير اكيد بولر. يعني الهدف من الليفر هو تغيير شكل الدواء حتى يصير بولر، حتى يصير ووتر سوليوبل بمعنى يورين سوليوبل وبمعنى to be excreted. اوكي، في مصطلح اسمه كليرنس، معناها the amount of the drug to be cleared from the body per unit of time. لما نقول per unit of time يعني سلاش زمن، مظبوط؟ لما نقول per unit of time يعني سلاش زمن. فلما بقول clearance، clearance يعني amount per time. طلع كيفها؟ clearance يعني amount per time. حكينا فيها سابقا، بتوضح ال exponential relationship. هاي الصورة نفسها ولساتها بنحكي عن exponential relationship، هاي العلاقة exponential مش linear، بس هون بدنا نوضح كلمة الهاف لايف شو معناها. هاي لتوضيح الهاف لايف، شو معنى كلمة هاف لايف؟ هاف لايف معناها زمن constant time بغير تركيز المادة من certain amount إلى one half لنصها. شوف تعريفها تحت، the half life is the time takes it takes to reduce to decrease the plasma drug concentration by one half. By one half يعني للنص، the plasma drug concentration by one half. اوكي، فهذا اسمه half life. يعني لو كان تركيز الدواء تقول 50 وصار 25 في ساعه، بنستنى الساعه اللي بعدها، اذا ال 25 صاروا 12 ونص معناته هذا اسمه half life، يعني صارت الساعه اسمها half life. اوكي، فالهاف لايف هو الزمن اللازم لخروج الدواء من الجسم بتركيز معين لنص التركيز، هي اسمها هاف لايف، اللي هو عمر النص. اوكي، ليبيد سوليوبل ايجنتس بنحكي عن رياكشنز اوف دراج ميتابوليزم، بنحكي عن الدراج ميتابوليزم شو اللي بيحصل، يعني كيف بيحصل الميتابوليزم، يعني ايش بيحصل اثناء الميتابوليزم، يعني شو هو الميتابوليزم، يعني تفصيل الميتابوليزم جوا الليفر. معنى شو بدي احكي؟ بدي احكي كلام مهم، بدي احكي كلام مهم. طبعا الليبيد سوليوبل لازم تتحرك وتصير بولر، يعني تصير ووتر سوليوبل حتى انها تخرج في البول. هلا الفيزز اللي بتحصل في الليفر تو فيزز، ركزوا معي منيح يا جماعه، الكلام مهم والكلام مهم وصعب انك انت تفهمه لحالك بدون ما اكون بحكي، يعني السلايدز عباره عن كلام طلاسم ما بفهمك، فاسمعني شو بحكي مشان تفهم رجاء، ركزوا معي، طلع شو مكتوب. فيز 1 فيز 2 رياكشنز، يعني الليفر بيشتغل عن طريق مرحلتين، في شيء اسمه
فيز 1 رياكشن، في جسمه فيز 2 رياكشن. هلا الفيز 1 رياكشن اللي فيز 2 اذا شو هدفه؟ يعني انا بقول فيز 1 وفيز 2. طب انا بسالك لوجيكلي، بسالك هلا لوجيكلي، احنا بنقول الدواء دخل على الليفر مشان يخرج بولر، طيب معناته فيز 1 هدفه انه يعمل دواء بولر، طب اذا شو هدف فيز 2؟ يعني شو بنعمل في الدواء في فيز 2؟ يعني بنلبسه طربوش، ايش بنعمل فيه؟ طلع الكلام، فيز 1 بيعمل الدواء بولر، فيز 2 برضه بيعمل الدواء بولر. طب شو يعني فيز 1 وفيز 2؟ طلع فيز 1 بيحاول يعمل الدواء بولر، اذا ما زبط بدخل على فيز 2. يعني كانه الليفر يجتهد يبذل جهد حتى يخلي الدواء بولر، فبيحاول يعمل البولاريتي بطريقه معينه، اذا ما زبطت انواع رياكشنز كيميكال رياكشنز، لاحظ شو مكتوب، اوكسيديشن ريدكشن هيدروليسيس، يعني بيحاول يعمل كيميكال رياكشن على الدواء بحيث يخليه بولر. هلا اذا ما كفت البولاريتي لخروجه في البول بيعمل فيز 2 رياكشن، هاي بنسميها كونجيجيشن رياكشن. طبعا في فرق في المعنى بين فيز 1 وفيز 2، يعني ذا كيميكال رياكشن از توتالي ديفرنت، يعني قصه فيز 1 تختلف عن قصه فيز 2، فاهمين يا جماعه؟ يعني نوعين مختلفين. فكانه الليفر بيشتغل على الدواء من ناحيتين، اذا الناحيه الاولى كفت خلص خلصنا، بس اذا الناحيه الاولى ما كفت بيلزم نوع ثاني حتى نزيد البولاريتي to be sufficient to be cleared، يعني for the drug to be cleared، يعني انه الدواء لازم يخرج. ماشي يا جماعه؟ مفهوم لحد الان؟ في اي سؤال لحد الان؟ بحكي عن فيز 1 وفيز 2 كمعنى كمبدا، في اي سؤال لحد الان؟ كل شيء تمام؟ بكمل. طيب دكتور هلا بنقول نعم تفضلي. هلا اذا فيز 1 صار بولر بيدخل فيز 2 ولا خلص بوقف؟ حلو سؤالك في محله، لو ما سالتي انا خلال ثواني بكون اصلا حاكي المعلومه. اذا فيز 1 كان اعطانا نتيجه بولر بلزمش فيز 2 خلص. بقولكم لوجيكلي، بقول لك شو الهدف من فيز 2 لوجيكلي، الهدف انه نزيد البولاريتي. طب معناها لو كفت البولاريتي في فيز 1 ما بيلزم فيز 2، وفعلا هذا حاصل. فطلع شو بدي احكي، بدي احكي بناء على كلامك، اوكي بدي احكي بناء على كلامك. بالضبط مش دائما بصير فيز 2. طلع شو بدي احكي، طلع بدي احكي كل الاحتمالات اللي في راسكم، كل الاحتمالات اللي في راسكم بدي احكيها. طلع اذا دخل الدواء فيز 1 وصار بولر بيطلع بدون ما يدخل في فيز 2. طلع شو كمان احتمال، ممكن الدواء يدخل على فيز 2 دايركتلي بدون ما يدخل على فيز 1، يعني يدخل على فيز 2 ويصير بولر ويصير ووتر سوليوبل ويطلع في البول بدون ما يطب في فيز 1. ممكن الدواء يدخل على فيز 1 ذن فيز 2 ذن بولر ذن مع السلامه. شو في كمان احتمال تطلع، ممكن يدخل على فيز 2 ويصير بولر بس مش كفايه ويرد يدخل على فيز 1 ويصير بولر، يعني the reverse is possible. فاهمين يا جماعه؟ يعني ممكن الدواء يدخل عكسي، يعني ممكن الدواء يدخل عكسي، ممكن some drugs يدخلوا على فيز 2 then فيز 1 then بولر then مع السلامه. يعني كل الاحتمالات وارده، انه فيز 1 لحاله ممكن، فيز 2 لحاله ممكن، فيز 1 then فيز 2 ممكن، فيز 2 then فيز 1 برضه ممكن. طب اذا ليش سميناه فيز 1 وذن فيز 2؟ يعني ليش سمينا هذا 1 وهذا 2 طالما انه ممكن العكس يحصل؟ يعني ليش ما اسمي هذا 1 وهذا 2؟ مين بيجاوب؟ مين بيجاوب؟ انا بقول كل الاحتمالات وارده والعكس الرجوع يعني 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 لورا برضه حاصل، اذا ليش سميت الاول 1 والثاني 2؟ ليش ما اسمي الكونجيجيشن 1 والاوكسيديشن 2؟ هيك بقصد. بالضبط بالضبط، شروق ممتاز.
شروق ممتاز. طالبين شاطرين، واحد جايب 95 واحد جايب 90. شو بقول أنا؟ بقول الاثنين شاطرين بس أحمد الأول لأنه جاب 95. حلو؟ طب ليش حطيته الأول؟ لأنه جاب أعلى، يعني ما بنفعش اللي جاب 90 ونحطه قبل ال 95، صح؟ فالترتيب بصير بالعادة حسب الأغلب، تمام؟ الترتيب بصير بالعادة حسب الأغلب. يعني من شكل الفيجر أنت لحالك تلقائيا يعني بتفهم بأنه أغلب الدنيا ماشية هيك، فيز 1 then phase 2. حلو؟ then phase 1 then. هلا في exceptions، في حالات خاصة، حالات مستثناة، إنه الدواء حسب الكيميكال ستراكشر اللي هو فيه يحتاج إلى conjugation reaction قبل ما إنه يحتاج إلى oxidation reduction hydrolysis. لاحظين يا جماعة؟ يعني الموضوع كيميكال، واللي هو أصلا ما بهمنا، إحنا جايين ندرس فارما مش جايين ندرس كيميكال، أوكي؟ فإحنا ندرس فارما. فالفارما شو بتقول؟ إنه الدواء بدخل فيز 1، إذا صار بولر بروح، أو حسب الكيميكال ستراكشر ممكن يدخل فيز 2 وإذا صار بولر بروح، أو حسب الكيميكال ستراكشر ودرجة البولاريتي اللي حصلت ممكن يدخل فيز 1 then phase 2 then بولر then هيروح. ممكن حسب الكيميكال ستراكشر وحاجة البولاريتي قديش وصلنا لها يدخل فيز 2 then هيو شوية بولر وضايل له كمان بولاريتي فبدخل فيز 1 وهيو صار very polar then بروح. ماشي يا جماعة؟ فالأمور حاصلة بكل الاحتمالات اللي بتخطر على بالك. وين بيحصل البيو ترانسفورميشن يعني الميتابوليزم؟ بيحصل في كل محل في الجسم. طلع شو مكتوب؟ من ناحية تيشوز، يعني من ناحية في أي أنواع خلايا، بيحصل في الليفر وبيحصل في الكيدني وبيحصل في الجي آي تراكت، يعني في المعدة في تغيير شكل دواء، نعم. في اللنجز، في الرئة بيحصل تغيير شكل دواء، تصور. ممكن، كله ممكن. في السكن، في أي مكان في الجسم ممكن يحصل بايو ترانسفورميشن. بجوز في الدماغ يحصل بايو ترانسفورميشن. في أي خلية ممكن يحصل ميتابوليزم. أوكي؟ بس انتبه إنه كله تريسز. تريسز. أما الميجر أمامت وين؟ في الليفر. يعني الليفر هو مصنع الميتابوليزم، هو مصنع التغيير. تغيير شكل الدواء بيكون أساساً في الكبد، في الليفر. ف the major organ is the liver. الأساس في الموضوع هو الليفر. هلا من ناحية ال cellular level، وبجوز أكثر حتى من 95%. أوكي؟ هلا من ناحية cellular level، endoplasmic reticulum، cytosol، mitochondria، nuclear envelope، بلازما ممبرين، يعني برضه في أي مكان في الخلية ممكن يحصل changes. بس مش قضية أساسية هي، عنا بهمناش. أنا بهمني تعرف بس بأنه الليفر هو الأساس في الموضوع. الفيز 1 reaction شو هو؟ then بنحكي عن الفيز 2 reaction شو هو؟ يعني هلأ بدي أحكي لكم شو معنى فيز 1 بعدين بحكي لكم شو معنى فيز 2. فيز 1 reaction في نوعين، في نوع اسمه سايتوكروم P450 dependent، يعني يعتمد على السايتوكروم، وفي نوع اسمه سايتوكروم P450 independent، يعني لا يعتمد على السايتوكروم. طب شو يعني سايتوكروم؟ هلأ بنحكي. طب شو يعني يعتمد أو لا يعتمد؟ يعني شو بتفرق معاك بالله أنت إنه بيعتمد على السايتوكروم ولا ما بيعتمد؟ لا، ما هو في تفاصيل مهمة فلازم نفهم إنه بيعتمد ولا ما بيعتمد. يعني ممكن واحد يسأل سؤال، أوكي، إنه أنا شو بهمني بالله إنه حصل reduction reaction، شايفين هون شو مكتوب؟ reduction، لا يعتمد على السيتوكروم بمقارنة مع دواء تاني حصل deamination يعتمد على السيتوكروم. شو بتفرق معي بالله أنا اعتمد ولا ما اعتمد؟ أنا بهمني إنه صار في changes، أوكي، وهاي changes شو كانت؟ كانت إنه أدت إلى زيادة polarity وأدت إلى excretion. لا، ما هو السيتوكروم مهم وبيأثر على مستوى الدواء في الدم وبيغير بين الناس في اختلاف تقبلهم للدواء واختلاف الميتابوليزم عند الناس، واللي بنحطه تحت عنوان individual differences. لازم أقول هل الرياكشن يعتمد على السيتوكروم ولا لا يعتمد على السيتوكروم. لاحظين يا جماعة؟ يعني كلمة سيتوكروم مهمة عشان هيك انذكرت،
بس كون عارف بانه السيتوكروم ممكن يكون مفيد ومهم في نوع الرياكشن في هاي الانواع، ممكن يكون غير مفيد. بيجي واحد بيسالني، طب انا كطالب مطلوب مني احفظ هيدروكسيليشن اوكسيديتيف اوكسيديشن دي امينيشن دي هيدروجينيشن ريدكشن هيدروليسيس، مطلوب منكم ولا مش مطلوب؟ شو رايكم؟ مطلوب ولا مش مطلوب؟ لا اكيد مش مطلوب، اكيد مش مطلوب يا حنان. ليه مش مطلوب؟ يعني انا شو بدي في كيميكال رياكشنز؟ انا ما ليش علاقه في الكيميكال، انا احنا بندرس فارما هلا مش كيميكال. فمش مطلوب منك تحفظ هاي الاسماء ابدا ابدا ولا تحفظ امثله عليها، بس هذا الكلام لك هيك مشان تطلع عليه هيك وتعرف انه في انواع رياكشن وفي امثله ادويه عليها. هي مكتوب بروبرانولول، هي مكتوب ايبوبروفين، هي مكتوب مورفين، مكتوب امفيتامين، ديازيبام، ايثانول، كلورام، فينيكول، اسبرين. اوكي اسماء ادويه هاي امثله على وين بيحصل الرياكشن، بس اوعك تفكر انه مطلوب منك تحفظ هيك اشياء، مش مطلوب منك. اوكي وانا نفسي مش حافظها، يعني نفسي هلا ابعد السلايد عني، انا مش حافظ ايش انواع السيتوكروم بي 450 ديبندنت او السيتوكروم بي 450 اندبندنت، ولا حافظ اسماء الادويه اللي كيف بيحصل لها ميتابوليزم. هاي معلومات داتا، داتا هاي عارفين شو يعني داتا؟ في فرق بين انفورميشن وبين داتا. لما في انفورميشن انا بدي الانفورميشن، بدي المعلومه، بس لما في داتا، داتا والله قديش الهاف لايف للاسبرين؟ 5 ساعات ولا 10 ساعات ولا 20 ساعه؟ شو بيهمني انا هذا الكلام؟ هاي داتا، اذا تعاملت معها وحفظتها تلقائيا اتس اوكي okay. بس اني اجي ابصمها بدون سبب لا، ما بحفظ معلومه ما بتفيدني انا. اوكي okay. يعني انا بحكي عن حالي، انا ما بحفظ معلومه ما بتفيدني. المعلومه اللي بتفيدني اوكي okay. بحفظها تلقائيا، بس معلومه ما بتفيدني بتهمنيش ما بحفظها. اوكي okay. طب انا عارف شو في بالكم انا هلا، انك انت مو غير، انت طالب في عندك امتحان فلازم تحفظ اشياء، مظبوط؟ شيك في بالك. بس انا بقول لك بانه يعني هذا النوع من السلايدز مش مطلوب الحفظ فيها. طلع شو مكتوب في العنوان حتى ما نطول، برضه ما خلصناش السلايد، برضه ما خلصنا السلايد، طلع بس بدي احكي عن العنوان كلمتين، ويعني بعديها ممكن ندخل في السلايد هاي ونطلع. شو مكتوب في العنوان؟ Introduction on or unmasking a functional group. شيك مكتوب. Introduce أو Introduction or unmasking a functional group. شو يعني؟ شو يعني يا جماعة؟ يعني مكتوب بأنه phase one reaction، phase one reaction تعريفه انك انت بتدخل او بتشيل من الجسم، من الدواء عفوا، فانكشنال جروب حتى يصير بولر. يعني كيف انت عندك مثلا، كيف مثلا انينه الكولا هاي اللي حجمها لترين او لتر ونص او وات ايفر، في لها غطايا مظبوط، فك الغطايا، فك الغطايا. هلا وانت بتفك في الغطايا كأنك بتعمل unmasking a functional group، تكشف عن functional group. اوكي وانت بتفك الغطاء كأنك بتكشف عن functional group موجودة، هاي functional group خلت الدواء يصير بولر، فانت خلعت شيء من الدواء حتى يصير بولر، حتى يصير ذائب في البول ويطلع في الجسم. طيب هذا شو معناه؟ هذا معناه unmasking. طيب introduction، وانت بتلبس في الغطاء كأنك بتضيف functional group. يعني افرض الدواء كأنه عبارة عن أنينة الكولا هاي اللي بنحكي عنها بس بدون غطاء، هذا هو الدواء. فأنا باجي بضيف غطاء والغطاء عبارة عن functional group حتى يصير الدواء بولر. يعني هاي معلومة، هاي لاحظ، هاي information، هاي لازم أعرفها. بس تقول والله oxidation hydroxylation المورفين oxidative، شو بهمني أنا؟ هذا بطلت معلومة، هي صارت داتا، الداتا ما بحفظها. بس لما تقول introduction or unmasking a functional group، هي تعريف عملية phase 1. يعني شو بيحصل في phase 1؟ اللي بيحصل في phase 1 انه بندخل functional group to add a functional group او to
to remove يعني to unmask, to unmask functional group. Unmask يعني تكشف عن وجود functional group. Unmask يعني مش انك تشيل functional group, لا, يعني بتكشف عن وجود, يعني بتزيل القناع عن functional group. To unmask a functional group حتى يصير الدواء بودرة. هذا هو تعريف فيز 1. يعني كل اللي بيحصل في هاي الرياكشنز يا اضافه جروب يا انك تزيح جروب, والهدف انك تكشف عن إشي بولر او تضيف إشي بولر وبالتالي تخلي الدواء ووتر سوليوبل ويخرج في البول. طيب لو احنا عملنا هيك وما صارش بولر, طب ليش عملنا هيك اذا؟ لا, هو ممكن طلع شو بصير, بتزيد البولاريتي بس مش بالسفيشنت اماونت. من البولاريتي مراحل برضه, يعني البولاريتي مش اون اوف, مش كبسه كهرباء بولر نون بولر, لا, البولاريتي مرحله. ف يعني ممكن نقول زياده بولاريتي نقصان بولاريتي, كانه سكيل يا جماعه. فاحنا بدنا نزيد بولاريتي الى درجه معينه حتى يصير الدواء ووتر سوليوبل ويخرج بالضبط, مش كافيه لتخرج 100% مواد 100% اللي حكيتي حرفيا 100%. يعني انه ممكن تزيد البولاريتي بس تكون غير كافيه للخروج, يعني تضل نسبه النون بولاريتي اعلى وبالتالي يرجع يدخل على الدم. بدناش هذا الكلام, احنا بدنا sufficient amount of polarity, اذا صح التعبير. تمام, احنا بدنا sufficient amount of polarity. فعشان هيك في شيء اسمه phase 1 phase 2, انه اذا phase 1 ما كفى بنروح بننتقل لمرحله اعمق اسمها phase 2, وإذا فيز 2 ما كفت للدواء اللي بلش في فيز 2 بروح بنتقل إلى مرحلة أعلى اسمها فيز 1. بدنا بالآخر level of polarity حتى to be excreted. مش كافية لتخرج الدواء, مش كافية, نروح لفيز 2 بالضبط. حنان أنت حكيتي بس كلامك مش واضح, إذا بدك أحكي صوت, إذا بدك بعدين نوضح زي ما بدك. ده بديش انا يعني انت بخصوصيتك, اذا حابه تحكي احكي صوت. تمام, ف ال فهذا اللي بيحصل حتى يكون الدواء بولر او نون بولر. عملنا فيز 1 then فيز 2, ولما عملنا فيز 2 كان ممكن نعمل فيز 1, وزي ما قلت لكم ممكن فيز 2 يكون كافي لحاله, ممكن فيز 1 يكون كافي لحاله, ممكن يلزم 2, ممكن الترتيب يكون 1 ذن 2, ممكن الترتيب يكون 2 ذن 1. بس اعرف بانه اغلب الادويه اللي بتدخل على الليفر, اغلب الادويه, بعرفش نسبه, انا مش حافظ ارقام, ما بعرف نسبه بس انا مش حافظ ارقام, اوكي, انا مش حافظ ارقام بس انا يعني بتاتا مش حافظ ارقام, بس انا حسب تقديري بانه ممكن 90% من الدواء بدخل على فيز 1 ذن فيز 2, او 80% من الدواء بدخل فيز 1 ذن فيز 2 ذن بروح مع السلامه. لاحظ, فعشان سمينا هذا النوع من الرياكشنز فيز 1 وهذاك النوع سميناه فيز 2 حتى يحصل بولاريتي. وهذا هو المهم, نوصل للبولاريتي بالضبط. الموضوع في الليفر بس الوصول الى البولاريتي. الليفر خدام عند الكدني, لاحظين شو بحكي؟ الليفر في هاي المرحله, في مرحله خروج الدواء, هو خدام عند الكدني. الكدني هي الاساس, هي اللي بتخرج, ولكن الكدني لا تعمل الا بانه خدامها يشتغل, اسمه ليفر, يزيد البولاريتي حتى هي تعرف تطلع الدواء من الجسم. فالليفر مش قاعد بيعمل إشي مهم, يعني بقصد مش 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 انه مش مهم, افهمني, يعني مش قاعد بيعمل هو خطوه مهمه دوائيا علاجيا, ابدا ابدا. دليل انه الدواء البولر خرج تلقائيا بدون الحاجه للليفر. ماشي يا جماعه, بس وسيط بالضبط. والدليل على كلامي يا جماعه انه الدواء اللي كان بولر اصلا خرج على الكدني تماما بدون الوصول للليفر, يعني الليفر ما كانش بيعنيه بالمره, اوكي, الدواء اللي كان بولر. اما النون بولر احتجنا للليفر. فالاساس absorption distribution
خلينا نقول إليمينيشن بمعنى اطلع برا. أما حكاية ليفر وميتابوليزم هي جست حالة كأنها وسيطة في النص بس لجعل الدواء بولر، بس مش إشي أساسي جدا في عمل الدواء نفسه يعني. هيك أنا أنهيت. إذا في أي سؤال حدا بده يسأل يسأل، إذا ما في سؤال خلينا نطلع مباشرة. يعطيكم ألف عافية، وبتابع معكم على الجروب برضو. أنا سامحوني ما تابعتش على الجروب، بظن أقول لكم بدي أتابع بدي أتابع، لازم نكون نشيطين وإحنا خاملين على الآخر. على الجروب بنتابع أكيد خلال هذا الأسبوع خلال هذا الويك إند، ووعدكم هاي المرة وعد مش راح أخلف عنه إن شاء الله. نشوفكم بخير وإند ميتينج وبنكمل إن شاء الله.